لعيبه يعني عايزه مفاتيح، عايز دكتور نفساني. برافو عليك. يعني عنتر لعيب مهاري ولعيب كبير بس بيشتغل، يعني الكوبس عنده ليه سك، احمد رفعت ليه سك، احمد رفعت لعيب كبير بس عايز برضو دماغه دايما، عايز مدير فني يعرف يتعامل معاه بدماغه، يطلع افضل ما عنده. ده مهم طبعا، تعرف ان انت تعرف تاخد من كل لعيب احسن حاجه، ده مهم. وانا كنت انا جت اداره المصري قلت لهم انا عايز احمد رفعت وما نجيبش افريقي، يعني اقول له نجيب افريقي وينج ولا احمد رفعت؟ قلت له احمد رفعت. احمد كبير صراحه، فلين احمد رفعت، احمد رفعت كان قاعد سنه ونص في الزمالك ما بيلعبش كوره، صح، مر مع الناشئين، فانا خدته في انبي، وبرده كانت انبي ساعتها كانت بتمر بالظروف دي، وكان ربنا الحمد لله كان وفقنا وانبي قعدت نشتا في المركز الثامن تقريبا او التاسع. فلما جينا هنا انا عارف اللعيبه زي ما انت بتقول، انا هعرف اجيبه، هعرف هيدي ايه للمطر. انا عارف ان احمد هيبقى بالشكل ده، احمد خطر، لعيب خطر، احمد من احسن اطراف دلوقتي موجوده في مصر. وانا مستغرب جدا ان احمد مبقاش في المنتخب، غريبه جدا يعني كابتن. هينفع؟ انا بقول كده والله ما عشان عندي، انا كنت بقول كده وهو احمد في الاتحاد. احمد هينفع يعني لعيب، يعني الواحد بيزعل لما بيلاقي واحد هيفيد البلد وانت ما استفدتش منه، استفيد منه عنده. تقييم اللعيبه يا كابتن عندنا غريب شويه، يعني لعيبه تكون ماشيه من نادي والنادي بيبيعها ولعيبه طالعه فري ثم بتتالق مع النادي مع اختيار اجهزه فنيه، مش عارفين التقييم. يعني تيجي تقول النهارده لعيب كويس تلاقيه صحي هنا وتلاقيه ما صحاش هنا، تلاقيه فاق مع ده وما فاقش مع ده. يعني زي ما بقول لك، مهم ان انت تبقى زي ما انت قلت كلمه مهمه، يعني المفتاح عند كل لعيب، انت مهم ان انت تعرف تتعامل معاه، اكيد هتطلع منه حاجه، الا لو هو ميت بقى مع الشغل مع المعامله مع في الملعب والمحاضرات. انت احنا قاعدين هنا في القاعه دي، احنا قاعدين على طول يعني مقيمين، يعني اللعيبه على طول محاضرات وقاعدين بنتفرج وقاعدين بنشوف وقاعدين بنذاكر. فده مهم ان انت تعرف تتعامل مع تطلع منه ايه، ولازم يشوف بيشتغل ازاي، ولازم تبقى على طول تبقى معاه انت في يعني في قلبه في كل حاجه. كم فرصه تديها للعيبه يا كابتن؟ نعم، كم فرصه تديها للعيب؟ كم فرصه تديها للعيبه؟ لا مهم اللعيب يحس انت في ظهره على طول. لا مهم جدا. لا يعني امتى تقول له زهقت؟ لا لو مزودها قوي خلاص، وانا مش جاي لك لوحدك. انا معايا فرقه، انا معايا نادي المصري. فانت ده مهم، فلازم يفهم برضو ده. وانا قدام من ضمن الحاجات كويس، سؤال ذكي جدا منك، يعني طبعا انك انت مش، انا مش جاي للعيب واحد او اتنين لعيبه، انا معايا فرقه، انا معايا 30 لعيب. فكل اللعيبه مهم ان انت تبقى كلهم تبقى مصحصح للعيبه كلها، تبقى مركز مع اللعيبه كلها، مين اللي بينام بتفوقه بسرعه ومين اللي مش عايز. لا انت مش مهم قوي ان انت تبقى عاوز ده، مش ممكن يكون انا عاوز وانت مش عاوز. المدرب لازم يبقى صايع طبعا، لازم طبعا تبقى يبقى اسد، مش 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 مش, مش كده بس. انا مش اللفظ ده بس، يعني لا هو اللفظ ده كفايه يعني على الكوره، فاهمك طبعا. يعني لكن طبعا لازم تبقى داري، يعني طبعا داري، طبعا لازم تبقى واعي وداري وقاري وكل حاجه. لا ده لازم يبقوا عارفين، لان هم عارفين بيشوفوا ده فيفهموا ان انت فاهمهم، حد بيقول ايه بيفهم ايه بيعمل ايه، مين اللي بيتكلم مين اللي بيزودها مين. لازم تبقى على طول بقول لك معايا في كل صغيره وكبيره.